نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وتتابعون فيها. المعارضة السودانية تدعو إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات اليوم، وتصف المجلس العسكري بأنه نسخة عن النظام البائد. اللجنة الأمريكية للحريات الدينية توصي إدارة ترامب بإعادة تصنيف السعودية باعتبارها من الدول الأكثر إثارة للقلق. مقتل جنديين أمريكيين و16 عنصرا من قصد بتفجيرات في مدينة الرقة السورية. عواصف ترابية تضرب المحافظات الجنوبية في العراق وتتسبب بعشرات الضحايا. أهلا بكم. دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم. قوى إعلان الحرية والتغيير كانت أكدت في مؤتمر صحفي تمسكها بموقفها في الاعتصام، واصفة المجلس العسكري بأنه نسخة عن النظام البائد ويحاول فض الاعتصام بالقوة. ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية، والتي تطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يسنينا عن ذلك لا زمان ولا مكان ولا طقس، وترتيباتنا قائمة على هذا الأساس. كما ستستمر كافة أشكال عملنا السلمي المقاوم تصديا لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي عن مواصلة الاجتماعات مع قوى الحرية والتغيير اليوم. وفي مؤتمر صحفي قال إنه كان من المفترض التوصل إلى اتفاق، لكن الحرية والتغيير جاءت برؤية جديدة مختلفة عن السابقة وسيتم درسها. بالنسبة لنا في المجلس العسكري الانتقالي، استكملنا دراستها على النحو الذي انتهت عليه الجلسة، وحضرنا لجلسة اليوم للتفاوض حولها بنية الوصول إلى اتفاق. إلا أن لجنة إعلان قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لما انتهت إليه الجلسة السابقة. تمثل هذا العرض أو هذه الرؤية في عرض كل الهياكل على المستويات الثلاث: المستوى السيادي، التنفيذي والتشريعي، مع الاختصاصات والسلطات. اتفق الطرفان على أن تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير رؤيتها متكاملة غدا لدراستها والتفاوض حولها. الكباشي قال إن الرؤى التي جرت دراستها تتفق بنسبة كبيرة مع ما يراه المجلس سبيلا للحل الشامل. الرؤى التي قدمتها لنا الأحزاب السياسية والمكونات الأخرى من منظمات وشباب ومرأة وإدارات أهلية ورجال الدين المسيحي والإسلامي، تم استكمال دراستها وسيتم عرضها على هذه المكونات والرأي العام لاحقا. ويجدر بالذكر هنا أننا وجدنا في هذه الرؤى الكثير من الجوانب البناءة التي تتفق ورؤانا في المجلس العسكري، وهي تشكل جزءا كبيرا من رؤيتنا للحل الشامل، وقد استصحبنا هذه الرؤى في رؤيتنا التفاوضية مع إخوتنا في قوى إعلان الحرية والتغيير. أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم الخارجية الأمريكية بإعادة تصنيف السعودية من بين الدول الأكثر إثارة للقلق من الدرجة الأولى. اللجنة في تقريرها الدوري صنفت كذلك دولا أخرى اعتبرتها مثيرة للقلق فيما يتعلق بالحريات الدينية، إضافة إلى ثلاث دول عربية من الدرجة الثانية، كما صنفت في اللائحة كيانات كداعش وطالبان وهيئة تحرير الشام.
تغريدة وزير الخارجية البحريني التي انتقد فيها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعبارات غير لائقة تتجه نحو تصعيد المواقف الدبلوماسية بين بغداد والمنامة، فيما سارعت السعودية إلى الوقوف إلى جانب المنامة واتهام بغداد بالتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية. عبد الله بدران. تحولت فضاءات تويتر من تدوين التغريدات إلى لفافات من الشتائم والسباب المقذع وكيل البذيء من الألفاظ لا يقوى على اقترافه كما يفترض وزير يمثل رأس الدبلوماسية، لكنه استسهال على ما يبدو لأهداف أبعد، استخفاف بهضم الحقوق واستطابة شهادة الزور لعدو الأمة ضد أبنائها، قدر لهما أن يجتمعا ويلتئما في شخص وزير خارجية البحرين وشخصيته، إذ غدا هوس الخليج وفوبيا إيران يخلطان عليه الكلمة الحرة بالأخرى البذيئة، حيث رمى إحدى أبرز الشخصيات العراقية وكما درجت بعض حكومات الخليج على إساءة اختيار الأصدقاء والحلفاء، أساء وزير الخارجية البحريني اختيار عدوه إذ جعل من السيد مقتدى الصدر هدفا لمآثم اللسان، وغير خفي مغزى شتائم الوزير، فرفض بغداد الانصياع للعقوبات الأمريكية على إيران غير بعيد ولا متنفس لكرب الخليج وقد أعدم حكامه كل ذريعة، فاصطنعوا من تغريدة الصدر الداعية إلى الحرية والانعتاق من سطوة الأمريكيين شبهة واهية ولووا أعناقهم متهمين العراق كله بالتدخل في شأنهم الداخلي، وهو أمر محظور في تغريدة للصدر ومباح إلى أقصاه لبنيامين نتنياهو. هذا عن المنامة. وأما الرياض فعادت تضطرب مواقفها إذ سارعت إلى اتهام بغداد بالتدخل في شأن الخليج الداخلي، وكأنها لم تسع قبل أيام قلائل بوفد وزاري رفيع لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع بغداد، واستبعدت على الفور وبعصبية خالية من كل تأني مساعي السعودية في عدم إخلاء الميدان العراقي لإيران بزعمها. لا تبرح دول الخليج أن تؤثر استدامة العداء لإيران فتأخذ حكامه ومثقفيه بعيدا في كوابيس من الأوهام، فيذهلون من تغريدة داع للحرية وأفقها الأرحب، ولا يقلقون من 200 رأس نووي طوع بنان بنيامين نتنياهو. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. حزب الله دان تصريح وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة بشأن التعرض لزعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر ووصفه بأنه غير أخلاقي. وفي بيان له أكد حزب الله أن تصريحات الوزير تعبر عن شخصيته التي تعتمد أسلوب الشتائم والتعرض الشخصي بدلا من استخدام مفردات السياسة والمنطق. ووصف البيان وزير خارجية البحرين بأنه شريك في سياسة الإجرام والظلم التي تنفذها سلطات المنامة ضد شعب البحرين. في العراق تسببت العواصف الترابية التي تضرب المحافظات الجنوبية بوفاة 5 أشخاص وإصابة 80 وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وقد تركزت العواصف في محافظتي النجف وكربلاء حيث أدت إلى إحداث أضرار كبيرة في المباني والممتلكات. أفاد مراسل الميادين بمقتل جنديين أمريكيين في هجمات متفارقة في مدينة الرقة إحداها استهدفت آلية من نوع هامر بعبوة ناسفة، كما قتل 16 عنصرا من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية بتفجيرات وهجمات استهدفت موقعهم في مدرسة الفنون ودورياتهم في شارع الشهيد باسل وبالقرب من الملعب البلدي وشارع القطار وبالقرب من شركة الكهرباء. قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل مولروي إن هناك نحو 1000 مسلح من داعش في سوريا. وخلال مقابلة صحفية قال مولروي إن على دول العالم ألا تقف متفرجة بل أن تعمل على سحب مقاتليها من سوريا. من المهم جدا أن دولة داعش لم تعد موجودة، ولكن داعش لم تنتهي بعد كتنظيم. هناك نحو 10,000 مقاتل لداعش بين سوريا والعراق، أغلبهم في إدلب.
يمكن القول إن إدلب اليوم فيها أكبر تجمع لداعش والقاعدة وداعميهم من حول العالم، ومعلوماتنا عما يجري في إدلب شحيحة جدا، وهذا الأمر يقلقنا جدا. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن تنظيم داعش يعزز مواقعه في أفغانستان كنقطة انطلاق للتوسع في وسط وجنوب شرق آسيا بعد هزيمته في سوريا والعراق. ودعا شويغو خلال اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شانغهاي في عاصمة كيرغيزستان، دعا إلى العمل المشترك لمكافحة التهديد الإرهابي الآتي من أفغانستان، وقال إن روسيا تزيد من الاستعدادات القتالية لقواعدها في طاجكستان وقرغيزيا لمنع تسلل مسلحين من أفغانستان إلى آسيا الوسطى. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تهديد الولايات المتحدة بالإفراج عن الإرهابيين المحتجزين في سوريا، واصفا ممارسات واشنطن بأنها جريمة فظيعة. نسعى إلى تنفيذ الاتفاق بين روسيا وتركيا بشأن حل مشكلة جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وكما قال الرئيس بوتين، نحن لا نستطيع تقبل حقيقة أن هؤلاء الإرهابيين سيبقون هناك. كما هي الحال في المنطقة المحمية فلكل شيء حد. الوضع السائد في إدلب ومناطق أخرى حيث يحافظ الإرهابيون على نشاطهم هناك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. بثت وكالة رويترز شريط فيديو تقول إنه يعود لأبو بكر البغدادي في أول ظهور له بعد هزيمة تنظيمه داعش في سوريا والعراق. البغدادي يعلن في الشريط مسؤولية تنظيمه المصنف إرهابيا عن التفجيرات التي استهدفت مصلين في كنائس وفنادق بالعاصمة السريلانكية. شخصيات سورية معارضة تطلق في جنيف مبادرة لتنظيم مؤتمر سوري وطني يبحث الحل السوري بعيدا من التدخلات الخارجية. موسى عاصي. تحت عنوان المبادرة الوطنية السورية من أجل استعادة السوريين حقهم بتقرير مصيرهم، عقدت في جنيف لجنة مصغرة تمثل نحو 300 شخصية سورية مدنية وعسكرية مؤتمرا قدمت في ختامه مبادرة دعت من خلالها إلى عقد مؤتمر سوري وطني عام وشامل. هذا المؤتمر الذي يحاول مطلقو المبادرة تنظيمه في دمشق يجمع كافة الأطياف من أجل التوصل إلى حل سوري للأزمة بعيدا عن سياسات الإملاء الخارجية ورسم مستقبل البلاد استنادا إلى القرارات الدولية وبيان جنيف. هذا المؤتمر الذي أكدت على انعقاده كل القوى الثورية السورية يهدف إلى جمع المواطنين من مختلف المكونات والتيارات السورية، فبعد 8 سنوات من ثورة شعبنا نرى أن الغائب الرئيس عن الفعل والتأثير في الحل السوري هم السوريون أنفسهم. عقد هذا المؤتمر عندما ننجح في أن نجمع 500 أو أكثر من الشخصيات الوطنية من كل المحافظات وكل المكونات السورية، وهي تضع خارطة الطريق للخلاص والخروج، أظن بأننا نكون قد استعدنا جزء أساسي من حقنا المسلوب في تقرير مصيرنا. مطلقو المبادرة السورية لا يثقون بمسار أستانا ويرون أن الصراع باتت تديره الدول الثلاث الضامنة كما المجموعة الغربية الخليجية. المفاوضات في أستانا لا تشكل أي بداية حقيقية تعطي أمل للحل في السياسي في سوريا، هي مجرد لعب بالوقت ومجرد هي صرف الجهود بما لا ينفع السوريين. وثيقة المبادرة السورية تطالب بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية وخروج كافة المقاتلين الأجانب وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، كما تطالب بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واعتماد مبدأ تداول السلطة واللامركزية الإدارية. محاولة جديدة لتشكيل قوة سياسية معارضة ولكن من خارج الاصطفافات القائمة، يعتقد أصحابها أن نجاحهم في تنظيم مؤتمر سوري جامع قد يكون قادرا على استعادة السوريين حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم. موسى عاصي، جنيف، الميادين. في النشرة ولكن بعد الفاصل. استمرار المعارك في طرابلس. أهلا بكم من جديد.
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الدول التي تؤيد المشير خليفة حفتر من أنه ليس ديمقراطيا، كما أن معظم الليبيين لا يؤيدون برنامجه السياسي. وفي مقابلة مع فرانس انتر قال سلامة إن حفتر ليس أبراهام لينكولن، لكن لديه مؤهلات ويريد توحيد البلاد، معبرا في الوقت نفسه عن القلق من القبضة الحديدية التي يحكم بها حفتر المناطق التي يسيطر عليها وفق سلامة. ميدانيا، أعلن المتحدث باسم جيش حفتر العقيد أحمد المسماري تقدم قواته على محور صلاح الدين جنوبي طرابلس، مؤكدا تجاوزها مقر الجوازات واتجاهها إلى قلب العاصمة. في المقابل ذكرت وكالة رويترز أن القوات التابعة لحكومة الوفاق حققت تقدما نسبيا في صدها لقوات حفتر بمنطقة ضاحية عين زارة. وأعلنت حكومة الوفاق مقتل 4 أشخاص وجرح 20 جراء الغارات على منطقة أبو سليم في العاصمة. إلى ذلك هاجم مسلحون حقل الشرارة النفطي. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال قاسم سليماني رفض بلاده التفاوض مع أمريكا تحت الضغوط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد استسلاما غير مقبول. وتعكس هذه التصريحات الموقف الإيراني من الدعوات الأمريكية المتكررة إلى التفاوض، كما تعكس رؤية إيران لأي حوار في المستقبل. ملح مريا. بينما تزيد إدارة ترامب من ضغوطها، ترفع إيران من سقف تحدياتها برفض التفاوض في ظل العقوبات. مشهد لا ينبئ بموقف ثابت لم يزحزحه الحصار الاقتصادي فقط، بل يؤشر إلى استراتيجية تتبعها إيران مع أمريكا مبنية على معادلة واضحة: التنازل يستدعي التنازل، والتصدي يحمل على التراجع. يشير الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في حرس الثورة إلى هذا الموقف، معتبرا أن التفاوض في الظروف الراهنة يعد استسلاما مرفوضا جملة وتفصيلا. وهو يؤكد هنا على الموقف الرافض بحزم لأي تفاوض مع إدارة ترامب، والذي أطلقه المرشد بعد طرح الإدارة الأمريكية إبرام اتفاق جديد مع إيران يتضمن البرنامج الصاروخي وحضور إيران في المنطقة ودعمها لفصائل المقاومة فضلا عن البرنامج النووي. وجد المرشد آنذاك أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست أهلا للثقة ولا تستحق التفاوض معها. والكلام نفسه عاد الرئيس روحاني وأطلقه أكثر من مرة، رغم أنه أكد أن إيران أهل للحوار إنما ليس تحت تهديد السلاح. وهنا لا تغلق إيران أبواب الحوار، لكنها تريده ضمن شروط. تريده حوارا نديا لحل قضايا استراتيجية في المنطقة بعيدا عن لغة التهديد والوعيد، ودون ما التطرق إلى المسلمات الإيرانية كامتلاك تقنية نووية سلمية أو برنامج صاروخي دفاعي يضمن صد أي اعتداء قد تتعرض له إيران مستقبلا، ودون ما التدخل فيما تعتبره طهران أمرا استراتيجيا بالنسبة لها من خلال دعمها فصائل المقاومة في المنطقة. بينما تريد واشنطن حوارا من نوع آخر يضمن تفوق الكيان الإسرائيلي. رؤيتان مختلفتان كليا للحوار قد تجعلان منه أمرا مستحيلا. وفي هذه الأثناء تراهن واشنطن على إضعاف إيران للقبول بالشروط الأمريكية، بينما تراهن إيران على صمودها ووحدتها لإفشال الأهداف الأمريكية. ملح مريح، طهران، الميادين. على الرغم من أن ترامب يعد إيران بلدا عدوا، يتعامل معها بندية، وهو ما يغيب عن علاقته مع السعودية التي تبدو أقرب إلى التبعية. هبة الله بطهر. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعودية حليف مهم لبلاده، لكنه يخرق في تعامله معها وحديثه عنها كل ما هو متعارف عليه دوليا حول العلاقة بين الحلفاء. يصفها مرة بالبقرة الحلوب، ويقول مرة أخرى إن ملكها سلمان بن عبد العزيز لا يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي، ويفاخر مرات عديدة بابتزازه الرياض ماليا والحصول على مئات مليارات الدولارات منها. لا شيء في علاقة ترامب مع السعودية يشبه العلاقة الندية بين الحلفاء، بل إن تصريحاته توحي بأن العلاقة أشبه ما تكون بالتبعية. الغريب في الأمر أن السعودية ومسؤوليها لا يرف لهم جفن عند سماع كلام ترامب،
لا أحد يعلق على الإهانات، ولا أحد يبرر سبب تمادي الرئيس الأمريكي في كلامه، وليس هناك من يتنطح للرد عليها، خلافاً لما هو الحال مع دول أو مسؤولين آخرين. يظهر في المقابل نموذج آخر مختلف كلياً مع دولة يعدها ترامب عدواً، فعند حديثه عن إيران أو مخاطبتها يبدو أن ترامب يتعامل معها بندية وليس بدونية، على الرغم من موقفه المعارض لسياسات طهران ومضيه في فرض العقوبات عليها والانسحاب من الاتفاق النووي. يسعى ترامب إلى التفاوض معها ويؤكد استعداده للقاء رئيسها حسن روحاني من دون شروط مسبقة. الرد الإيراني لا يزال دائما حاسما وعلى أعلى المستويات، لا تفاوض تحت الضغط الاقتصادي ولا انصياع للشروط الأمريكية، فإيران اليوم يؤكد مسؤولوها منافس صلب ودولة قوية أمنيا وعسكريا. ماذا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وراء هجومه على السعودية؟ تساءلت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها تعليقا على دعوته الملكة سلمان إلى دفع ثمن الحماية، دعوة قوبلت بصمت رسمي سعودي فيما تصدر هاشتاج ترامب يهين الملك السعودي وسائل التواصل. علي مرتضى. أهلا بكم. كأنه يقدم عرضا كوميديا، وقف ترامب أمام جمهوره في ويسكونسن وأخبرهم قصة واقعية عن الملك سلمان والسعودية. Saudi Arabia, very rich country. We defend them. We subsidize Saudi Arabia. They have nothing but cash. Right? I don't want to lose them. I called the king. I like the king. I said, King, we're losing our ass defending you, King, and you have a lot of money. And he said, but why would you be calling me? Nobody has ever made such a call before. I said, that's because they were stupid. لأنهم أغبياء. لم يطلبوا المال سابقا بهذا الشكل المستفز لأنهم أغبياء. ترامب المنتشي بقهقهة الجمهور على أسلوبه الكوميدي في الحديث عن السعودية لم يعر انتباها لأي رد فعل سعودي سلبي تجاه كلامه، بل إنه على الأرجح سيعتمد كما في السابق على السعوديين لتبييض صفحته. المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود. يبارك بالجهود الرخاء. صدق إمام الحرم المكي حينما تغزل بالملك سلمان وترامب يقودان العالم إلى الرخاء، ولكن هل هو رخاء العالم بأسره أم هو فقط رخاء الولايات المتحدة؟ So they paid us 500 million for one phone call. It took me one call. Now I'm not bragging. I hate the deal. No, one phone call. So I said it's okay. You know, I understand your budgets. You know, you go through a budget, but next year, which now turns out to be in about 2 weeks. I said, we're going to call you for much more. You got to pay. عليكم أن تدفعوا. ترامب لن يتوقف عن الرغبة في المزيد. في ردات الفعل جمهور السعودية الناشط عادة على وسائل التواصل الاجتماعي اختفى. فيما هاشتاج ترامب يهين سلمان اكتسح تويتر بتعليقات معظمها استغرب الصمت السعودي وسخر منه. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. للمرة الرابعة يتحدث ترامب باستخفاف عن السعودية محددا بوضوح العلاقة بين الدولتين. المال مقابل الحماية. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا عن تأييد موسكو إرسال بعثة دولية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وخلال جلسة لمجلس الأمن شدد نيبنزيا على عدم السماح بفشل جهود المجتمع الدولي لضمان الظروف لتحقيق الحل الوحيد القابل للحياة ألا وهو حل الدولتين.
في مجلس الأمن عاد النقاش حول القضية الفلسطينية إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى متجاهلا الأمم المتحدة وقراراتها. وإذا كانت الأمم المتحدة حملت الاحتلال والاستيطان المسؤولية عن عرقلة جهود التسوية فإنها اعتبرته أيضا مبعثا للعنف والتطرف. خلال فترة إعداد التقرير سبقت السلطات الإسرائيلية موعد إقامة 2100 وحدة سكنية واستدرجت عروضا لبناء 950 وحدة إضافية ليس للمستوطنات أي أثر قانوني وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. مندوب إسرائيل مهد لضم الضفة الغربية بالاستشهاد بالتوراة وبوعد بالفور وبرفض العرب الاعتراف بدولة يهودية والاكتفاء بقبول حدود هدنة مؤقتة وشدد على حق إسرائيل بضمان أمنها بأي ثمن. رد مندوب فلسطين مطالبا المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانة وبفرض عقوبات على المحتل واستهجن تقاعس مجلس الأمن عن زيارة الضفة للاطلاع على الأوضاع عن كثب ودان اعتراف الولايات المتحدة بضم الجولان ونقل سفارتها إلى القدس. إننا نكرر إدانتنا ورفضنا التام لقرارات الولايات المتحدة المخالفة للميثاق ولقرارات مجلس الأمن التي لا تأبه للحقوق غير القابلة للتصرف ولمصير ملايين الفلسطينيين. وفي المقابل لم تعلق بعثة الولايات المتحدة على مشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلية ولم تشر لصفقة القرن المرتقبة وحملت حركة حماس المسؤولية عن تدهور أوضاع سكان غزة. أما مندوبة بريطانيا كارين بيرس فذكرت مندوبة إسرائيل بأن وعد بلفور نص على إقامة دولة فلسطينية أيضا وهذا لم يطبق حتى الآن. المحتل الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة هجومية جديدة بتبرير احتلاله بسردية تاريخية خاصة، فهو يرى أن الحدود لا تزال قائمة على مبدأ الهدنة المؤقتة والتي يجوز للمحتل التوسع عبرها. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. في لبنان ينفذ متقاعدو السلك العسكري تظاهرات واعتصامات في بيروت احتجاجا على خطة الحكومة اقتطاع جزء من رواتبهم التقاعدية. ولتفاصيل هذا التحرك مشاهدينا ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسل ميادين عباس صباغ. أهلا بك عباس. إذن لو تضعنا في تفاصيل هذه التحركات للعسكريين المتقاعدين وماذا عن حالة السير في العاصمة اللبنانية أيضا خاصة أنه قيل سيتم قطع الطرقات؟ نعم عبد الرحمن، منذ 6 صباحا تجمع المتقاعدون العسكريون في أكثر من منطقة في بيروت وتحديدا أمام المرافق العامة، فأقفلوا مصرف لبنان ومنعوا الموظفين من الدخول إليه ولا يزالون في هذه الأثناء أمام مصرف لبنان المركزي في احتجاج على نية الحكومة اقتطاع جزء من رواتبهم. هذا التحرك الذي يعتبر خطوة تحذيرية في موازاة شروع الحكومة هذا اليوم في دراسة بنود موازنة، وعلى ومن هذه البنود هناك بند يقول بضرورة اقتطاع أقسام أو أجزاء من الرواتب للمتقاعدين في خطوة يصفها يعني معظم المسؤولين هنا بأنها خطوة ضرورية من أجل إنجاز موازنة أكثر تقشفا في تاريخ لبنان، وهي بطلب من الدول المانحة أي ما يعرف بالدول المانحة التي قدمت قروض ومساهمات مالية للبنان في مؤتمر سادس الذي عقد في باريس في العام الفائت. أيضا في هذه الأثناء استمر أيضا إقفال مرفأ بيروت، يعني كل المداخل المؤدية إلى مرفأ تم إقفالها. حصل إشكال محدود بين المتقاعدين العسكريين وعدد من عناصر الجمارك المولجة يعني تسيير أمور المرفأ، ومن ثم يعني تم التوافق على استمرار إقفال مرفأ بيروت. هناك أيضا يعني كان هناك نية لإقفال مبنى الواردات في وزارة المالية، لكن هذه الخطوات ستكون مقترنة بما سيقرره مجلس الوزراء، علما ليس من المفترض أن تنهي الحكومة اليوم دراسة الموازنة. هناك يعني جلسات ستمتد حتى يوم السبت ثم ترفع المشروع قانون الموازنة إلى البرلمان. هنا ميدانية الطرق التي قطعت هي الطرق المؤدية إلى شارع الحمراء، وهي منطقة حيوية جدا في العاصمة اللبنانية، وبالتالي تسبب ذلك بازدحام
خانق يعني السير في المناطق التي تلتصق بهذه المنطقة يعني. لكن الاعتصام حتى اللحظة اعتصام سلمي، لم يسجل أي حادث يذكر. نذكر أن مصر فلبيان هو في شارع مقابل تماما لوزارة الداخلية اللبنانية ولوزارة عدم وزارة الإعلام وزارة السياحة. الموظفون يعني وجدوا صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم باستثناء مصر فلبيان المقبل حتى هذه اللحظة بقرار من المتقاعدين العسكريين الذين يقولون بأنهم مستمرون في هذا الاعتصام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مشروع الموازنة الذي يدرسه مجلس الوزراء في 11 من قبل ظهر اليوم. نعم. عباس، بالنسبة لهذا الاعتصام هل يقتصر فقط على العاصمة بيروت أم أن هناك مناطق أخرى أيضا تشهد اعتصامات كالذي يجري كما ذكرت أمام مصرف لبنان وفي مناطق أخرى من العاصمة؟ كان هناك تجمعات في بعض المناطق يعني كان هناك يعني ما يشبه الخطة السرية صح التعبير. كان هناك دعوات للمتقاعدين العسكريين في مختلف المناطق، تجمعوا في بعض المناطق ثم كانت نقطة التقاء في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، ومنها انطلقوا إلى مصرف لبنان ومن ثم إلى مرفأ بيروت. حتى اللحظة فقط يعني الاعتصامات متركزة في محيط مصرف لبنان ومرفأ بيروت بهدف إغلاقهما بشكل كامل في خطوة للضغط على الحكومة ومن أجل التراجع عن أي أو على الأقل عدم السير بما كانت قد ألمحت إليه من ضرورة خفض بعض الرواتب أو الملحقات بالرواتب. طبعا هذا يعني التحرك جاء بعد كلام لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال من البرلمان قبل نحو أسبوع بأن على العسكريين الذين ضحوا من أجل لبنان عليهم أن يضحوا من أجل الوطن مرة جديدة، في إشارة إلى نية الحكومة قطاع جزء من الرواتب لمدة 3 سنوات، وهذا من ضمن يعني ترشيق الإنفاق وسياسة التقشف التي سيعتمدها لبنان في هذه الفترة، لأن الهدف الأساسي بحسب وزير المال هو خفض عجز الموازنة. فالموازنة اللبنانية أكثر من ثلث هذه الموازنة يذهب للرواتب والأجور، والثلث الآخر لخدمة الدين العام والباقي للكهرباء والمشاريع الاستثمارية. إذن يعني نحن أمام يعني تحرك سلمي حتى اللحظة في انتظار الخطوات التي سيقوم بها هؤلاء المتقاعدون العسكريون. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين في العاصمة اللبنانية بيروت عباس صباغ، حدثتنا من العاصمة عبر الهاتف. في الجزائر مثل وزير المالية محمد لوكال أمام النيابة العامة لسماع أقواله في اتهامات فساد إبان فترة إشرافه على البنك المركزي. التلفزيون الرسمي أكد أن لوكال يواجه تهما بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، كما أشار إلى أن اللواء المتقاعد عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني مثل أيضا أمام المحكمة للتحقيق معه بتهم فساد أبرزها استغلال النفوذ ونهب العقارات وسوء استخدام السلطة. في تونس عم إضراب عام سيدي بوزيد وتظاهرات رفعت فيها شعارات تطالب برحيل الحكومة، وذلك على خلفية الحادث الذي أودى بحياة 15 شخصا أغلبهم من النساء الريفيات العاملات في الزراعة. عماد اشترى. غضب واحتقان وسخط على سياسات التهميش كما يقولون، والتي لم يجني منها أهالي سيدي بوزيد غير الوعود الكاذبة. اليوم يرون أن سياسات التهميش والاتجار بالبشر حرمتهم حتى من الحق في الحياة. اليوم مظاهرات تجوب كامل أنحاء سيدي بوزيد مطالبة برحيل هذه الحكومة، حكومة العمالة وحكومة سفك الدماء. الحكومة هذه تلفت فقط في إملاءات الصندوق الدولي وناس الشعب وناس مشاكل الشعب وناس كل شيء إلى علم ما تفكر كان في الإسخاءات الانتخابية. على غير العادة لم ترفع الراية الوطنية في المسيرة، إذ تبدلت براية جديدة. غطاء رأس المرأة الريفية الكادحة رفع اليوم راية في سيدي بوزيد، تعبيرا عن اعتزازهم بعرق الكادحات وعن رفضهم سياسات التهميش والإقصاء، سياسات غيبت حق المنطقة في التنمية منذ عقود. حق الفلاحة، حق الحتافة،
يعانوا في الفقر في التهميش، يزوروا ساعتين تعليل بس تستنى النقل الريفي باش يهزها، يعبيهم 30 خدام و40 خدام في كميون، يخلصوا ب 10,000 يعطوا 4,000 للكهرباء ويروحوا ب 6,000، ذريهم ضايعه. حان الوقت لهبه شعبيه حقيقيه تعري هذا النظام الفاسد. استقلال اقتصادي واستقلال اجتماعي والعباد مهمشه ومشكم حاسين به الشعب، وتتكلموا على الانتخابات وفي البلاطوات الاعلاميه وانتخب فلان وانتخب فلان، ومشكم حاسين بالشعب. خلاص هذه سيدي بوزيد باش نعاودوا ثوره جديده. فتيل الغضب الذي اشتعل في سيدي بوزيد ينذر باتساع رقعه لهيبه ان لم تسارع الحكومه الى تطويق الازمه بقرارات ثوريه وعميقة. بعد أكثر من 8 سنوات على انطلاق شرارة الثورة من هاته الربوع، أهالي سيدي بوزيد ينتفضون وبإسقاط النظام يطالبون. عماد شتارة من محافظة سيدي بوزيد تونس، الميادي. حذر المتحدث باسم الجيش الباكستاني الهند من اختبار عزم بلاده، وفي مؤتمر صحفي حول الأمن القومي قال إن باكستان مستعدة للرد كما فعلت في وقت سابق من هذا العام عندما أسقطت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الهندية. كما أشار إلى أن السلطات تخطط لوضع أكثر من 30,000 مدرسة دينية تحت سيطرة الحكومة في إطار حملتها ضد التطرف. أود أن أقول للهند لا تختبري صبرنا، إذا حان الوقت فإن الجيش الباكستاني سيدافع عن البلاد بمساعدة 207 ملايين شخص وسيكرر حادثة 27 من شباط فبراير. في كندا أغرقت مياه الفيضانات مناطق واسعة في كيبك، وقد أغرقت المياه أكثر من 5500 منزل ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص. وكانت امرأة قد قضت جراء الفيضانات الأسبوع الماضي، فيما أعلنت سلطات الولاية حالة الطوارئ بعد ارتفاع منسوب المياه في أحد السدود. عناقيد الغضب، وثائقي من جزئين من إنتاج الميادين ومن إعداد الصحفي عباس فنيش تبثه الميادين على شاشتها، عمل يوثق عدوان نيسان عام 96 بتفاصيل تكشف للمرة الأولى. تقرير سارة الحاف. 16 يوما من العدوان أرادتها إسرائيل عناقيد غضب. فواجهها لبنان ومقاومته صمودا وإرادة. قسما بالأوصال المقطعة والوجوه المحروقة، باليتامى نقسم، سنثأر. وبعد أكثر من 20 عاما توثق الميادين في عمل من جزئين عدوان نيسان أبريل من العام 1996. شهادات على ألسنة صانعي القرار في تلك المرحلة، سرد وقائع وتفاصيل وكواليس تكشف للمرة الأولى. نار ودخان هو عنوان الجزء الأول من وثائقي عناقيد الغضب، ويتضمن تفاصيل عن مقدمات العدوان، أسبابه وقراره، المسار في الميدان، الاشتباك في السياسة، معادلة الكاتيوشا، ومجزرة المنصوري، ومسار التسوية بعد أوسلو. كما يعرض الوثائقي لمسار الحراك الدبلوماسي الذي قضته فرنسا في ظل اعتراض أمريكي إفساحا بالمجال أمام إنهاء وجود حزب الله. إذا عاود الإسرائيلي قصف القرى والمدنيين عندنا ستعاود المقاومة الإسلامية قصف المستعمرات بالكاتيوشا، هذا محسوم. الوثائقي الذي يعرض في جزئين على الميادين تناول ما كشفه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل عن سجال مع الرئيس السابق لشعبة المخابرات السورية في لبنان غازي كنعان ونائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام. قلت له يا أبو جمال إذا مبلش هيك معناتها لا عم تقرأ صح، ولا عندك معلومات صح، ولا خرج إنك تدير صح. سيدي عباس الموسوي والشيخ راغب حرب. كما تطرق إلى دور الرئيس بشار الأسد في حماية ظهر المقاومة حينها قبل توليه الرئاسة. وفي الوثائقي إضاءة على دور رئيس أركان حزب الله حينها مصطفى بدر الدين الذي أدار معركة نيسان 96. هول اللي شفناهم وين راحوا؟
عناقيد الغضب نار ودخان وحصرم وهزيمة وثائقي من إنتاج الميادين. نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرض المنتجات الوطنية التاسع في إطار دعم المنتج المحلي في وجه البضائع الإسرائيلية. أحمد غانم. تتنافس عشرات الشركات المحلية في عرض منتجاتها المختلفة في هذا المعرض الذي يقام للسنة التاسعة. تعرف الشركات المستهلكين بأنواع تلك المنتجات وتعزز ثقتهم بها بهدف ترويجها وزيادة حصتها السوقية بما يحقق لها عوائد جيدة. تواجدنا في المعارض أنه يتذوق المنتج الفلسطيني، يذوقه ويبدأ يشتريه، لأنه كل ما اشترى المنتج تبعنا أو المنتج الفلسطيني الشركة بتتطور، أيدي عاملة بتكتر، الاقتصاد الفلسطيني بنمو أكثر وأكثر. المعرض ضم زوايا متنوعة أبرزها للصناعات الغذائية والإنشائية والزجاج، إضافة إلى مجالات أخرى. يؤكد اتحاد الصناعات الفلسطيني تميز جودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، جودة دفعت المشاركين إلى المطالبة بوضع سياسة تحد من إغراق السوق بالبضائع المستوردة ولا سيما الإسرائيلية. المطلوب من المؤسسات الحكومية تدعم المنتج، واليوم تحط اللي هي نسبة ضرائب على المنتج المستورد مشان تقدر تحمي المنتج المحلي. في المعرض تنشط حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في إطار السعي الدائم إلى تعريف المستهلكين بأهمية المقاطعة ونتائجها. 16% من أي منتج إسرائيلي من قيمة الضريبة تبعته بتروح للجيش الإسرائيلي، يعني أنا إذا ما قطعت وجاري ما قطع وأخويا ما قطع، كل الجرائم اللي بتصير ضد شعبنا الفلسطيني بتكون بالثمن، يعني مدفوعة بثمن عربي. إذا قطعنا المنتج الإسرائيلي ودعمنا المنتج الوطني بيصير مالنا وأكلنا وشرابنا من صنع أيدينا، بيصير قرارنا في إيدنا، مش محكومين لأي ارتباطات لا إسرائيلية ولا عسكرية ولا أجنبية. الارتقاء بجودة المنتج الوطني شرط بحسب الخبراء يمكن أن يعزز إقبال المستهلكين عليه. وضع سياسة وطنية تتبنى دعم المنتجات المحلية في وجه البضائع الإسرائيلية والمستوردة من شأنه بحسب القائمين هنا أن يدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلا بفعل الحصار. أحمد غانم، غزة، الميادين. تسلمت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية قطعتين أثريتين تعودان إلى القرن الخامس الميلادي، اشتراهما مغترب سوري من متحف إيطالي. وقدم المغترب رضوان خواتمي مصراعي باب حجريين أثريين إلى المتحف الوطني في دمشق كرسالة رمزية تهدف إلى استرجاع الآثار السورية المنهوبة وحفظها. عودة قطع أثرية إلى موطنها في المتحف الوطني السوري خطوة واعدة، فإلى جانب أهميتها الأثرية تمثل رسالة بالغة الدلالة على حرص السوريين على استعادة ثروتهم الأثرية التي نهبتها العصابات الإرهابية والتجارية وباعتها في أسواق العالم. هي رسالة من الدكتور رضوان إلى كل الشعب السوري وأيضا مهتم في الثقافة والتراث السوري، أنه يجب الحفاظ على هذا التراث ويجب أن نحميه ونعيده إلى تربته التي ظهر منها. قطعتان أثريتان تعودان إلى القرن الخامس الميلادي كانتا تعرضان في المتحف الإيطالي قبل أن يبادر المغترب السوري رضوان خواتمي إلى شرائهما ونقلهما إلى دمشق، حيث جرى احتفال كبير بالمناسبة. هاتين القطعتين تمثل تاريخنا، وكما تحدث الآخرين من ينسى تاريخه لا مستقبل له، فأنا لازلت أذكر بلدي الذي لازال بقلبي وبحياتي وبأفكاري دائما، فكانت هذه المبادرة هي لمحة بسيطة لإعادة ما قدمه لي هذا البلد. الرمزية والمعنى كبير جدا، أكبر بكثير من القيمة المادية، القيمة الإنسانية والقيمة الحضارية والقيمة الوطنية والرسالة لأبناء هذا البلد ولأطفال وشباب هذا البلد. عشرة آلاف موقع أثري سوري نهبتها التنظيمات الإرهابية بالتنسيق مع منظمات الإتجار بالأثار، ما أدى إلى تهريب آلاف القطع الأثرية، لكن هذه المبادرة من بين أوجه الرد على محاولة تدمير التاريخ السوري وبيعه.
في إطار إحياء اليوم العالمي للتوعية من المخلفات الحربية والألغام، عرضت في غزة مسرحية للتحذير من مغبة التعامل مع الأجسام المشبوهة. لنا شاهين. التوعية من مخلفات الاحتلال بعد أي عدوان تقفز إلى خشبة المسرح النص بالنص، مسرحية ترفع الستار لتقول ليس كل ما يلمع ذهبا. معقول هذا الكنز اللي سيرك يحكي لي عنه أيام زمان؟ يتشاجر الجاران على لغم اعتقدا أنه هدية من السماء. أحداث المسرحية تراوح بين مخلفات عدوان الماضي وآثارها في الزمن الحاضر. 30 دقيقة كانت كفيلة لإيصال رسالة جمعت بين الكوميديا والتراجيديا. في الآونة الأخيرة سنسمع أنه صار انفجار في مكان معين، فقدت أطفال أطرافها، فقدت ناس أرواحها، فقدت ناس بيوتها من هذا الشغلة. فكانت الفكرة تبلورت حول موضوع أنه إحنا اليوم لازم نعمل إشي إلى نوعي هذه الناس. كان عرض كوميدي لكن في رسالة مبطنة لكل الناس الموجودين، وصلنا رسالتنا مع استجابة الجمهور معنا وتفاعله معنا. حسينا فعلا كم احتياج هذا الجمهور لهذه المعلومات. يتوحد العمل المسرحي مع العمل التطوعي، وعندما يجسد المسعف معاشه على أرض الواقع تكتب الأحداث الكاتبة وتخرج الرسالة بأصدق ما يكون. كتابة السيناريو، النص، الممثلين، المخرج وجميع القائمين على العمل هم من طاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. معلن انتهاء الحرب على قطاع غزة. يسدل الستار وينتهي العرض، لكن يبقى العدوان مستمرا. فبالأمس كانت مخلفات الاحتلال واليوم لا تزال، والمسرحية معالجة درامية تكشف المستورة وتعرف الجمهور على ما يتربص بهم من أخطار. لنا شاهين، غزة، الميادين. إلى العناوين. المعارضة السودانية تدعو إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات اليوم، وتصف المجلس العسكري بأنه نسخة عن النظام البائد. اللجنة الأمريكية للحريات الدينية توصي إدارة ترامب بإعادة تصنيف السعودية باعتبارها من الدول الأكثر إثارة للقلق. مقتل جنديين أمريكيين و16 عنصرا من قصد بتفجيرات في مدينة الرقة السورية. عواصف ترابية تضرب المحافظات الجنوبية في العراق وتتسبب بعشرات الضحايا. للمزيد من الأخبار مشاهدينا زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.